السلام عليكم، انا اسمي طارق السعداوي، كنسكن في مركز الاجتماعي في خيرية عين عتيق. كنت خدام في المحل ديالي، تهجموا عليا جوج ديال الاشخاص. حاولت ندافع على راسي، هرب واحد هز مقص طعني بيه في ظهري جوج ضربات. جاو جوندارم على اساس باش يشوفوا شنو واقع، دوك تكرفسوا عليا انايا، خلاو اللي مارسوا عليا العنف وجاو تهموني انا، بقاو كيتعداو عليا. كنعرفهم كيسكنوا هنا حنا، ديما تيجي، ديما يوميا تيجي تيبغي يحسن، يوميا تيجي فابور ما تيبغيش يخلص. ديكلاريت ومازال ما كاين والو. لا ما جو عندي البارح، جا عندي البارح هو وبا ومع شي جوج اخرين، ما عرفتش انا واش شنو فتحت من راس منه، حيت جا فاش بديت كنهضر معاه هرب. نهار الجمعه مع تقريبا قبل من العصر، هما جوج خوش. مشيت للسبيطار الاول، صيفطوني عدم تخصص، صيفطوني السويسي على اساس درت راديو، قالوا لي ما عندكش غير مقص كان شويه غيقيس لك الريه. تقريبا قد هكا حسيت بيه انا يدي شد ضربات لي داري. شن طالب بي ياخذوا لي حقي منهم، انا باغيهم يتربوا وما باغي منهم والو، حيت تيتبسلوا علينا بزاف. ماشي غير كاينين بزاف ديال الاشخاص بالحق، هذاك عيق بزاف هو وخو، يوميا كيجي وكيبدا يهز الماتيريال اللي انا اللي مولاه ما كنبقاش ندير به داكشي اللي كيدير به هو. كاين شي ما عرفتش بالضبط، ماشي ولد هنا حاجه شي مك. انا كنعيش في مركز اجتماعي في خيريه، نازل في عين شي. حاولت ننقد حياتي، مبغيتش نحارف، حاولت ننقد حياتي، اتجهت للميدان هذا. المهم لقيت شويه ديال الصعوبات، مي الحمد لله دابا راه توفر شويه عندي بعدا واحد المدخول باش نعيش. غير مازال ما داروش معايا، مازال ما سووش ليا الوضعيه ديالي باش نخرج من داك المركز. عندي لاكارت ناسيونال، عندي وثائق ديالي كاملين، الحقوق ديالي كنازي كنطالب بسووا ليا الوضعيه ديالي وحق ديالي بالنسبه لهذوك اللي تعداو عليا، وبالاخص الجدارمي هذا اللي جاب داك يضرب فيا، راه هو يدير ليا هادشي في وجهي، راه ماشي هما، هو يدير ليا الضرب هذا في وجهي هنايا، وكاينين الشهود بانه هو اللي ضربني. علاش ضربوه؟ هكاك حيت وقفش كنهضر على حقي بدا كيضرب فيا. تعداو عليه جا هنايا كيدخلوا بحال هكا ياسر، تفر واحد الدري التليفون ما عرفوش شكون اللي شفره، فهمتي؟ جا الاخر، جا الدري قال لي انت اللي شفرتي، قال لي لا لا مشي انا اللي شفرت. جا الاخر هذا جدد الاخر، جا ضربه بحال هكا ما بقاش يضرب فيه، جاو تعداو عليه جوج ما بقاش يضربوا فيه بحال هكايا، صافي خرج جدار ما بقاش، جدار ما بقاش يصرفق في هذا، صافي ومشى بحاله. وجا بقاش يعاود لينا كذا دار شمكار ما تخدموش معاك، ما ديرش معاك، صافي بقيت ساكت انا ما دويتش معاه، صافي ويمشي.